شارك الألاف في محافظة المنصورة بدلتا مرسر في تشييع ثمان ضحايا في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بواسطة سيارة مفخخة والذي وقع فجر الثلاثاء وأودى بحياة 15 شخصا. رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أكد الانفجار عمل إرهابي بشع الغرض منه ترويع الشعب حتى ليستكمل طريقه في تنفيذ خريطة الطريق، وقال: نحن في مواجهة مظهر من أبشع مظاهر الإرهاب، ولن نسكت عليه وسنواجهه، ومن قام به فردا أو جماعة هو إرهاب. وأدانت جماعة الإخوان المسلمين بشد العبارات الهجوم، واعتبرت ما وقع هجوما مباشرا على وحدة الشعب المصري. إلى ذلك تجمع عشرات من أهل المنصورة أمام مقر جماعة الإخوان في المدينة وأطلقوا العنان لغضبهم من الإخوان المسلمين، وبعضهم يهتفون الشعب يريد إعدام الإخوان. ده انفجار بيدل أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، لو هي ورا الموضوع ده انها مش جايه لسبيل سياسي خلاص، ده سبيل عنف. انا تعليقي على اللي حصل امبارح في الدقهليه، ده رد فعل طبيعي لتعامل قوات الامن بفضل اعتصام رابعه والنهضه، وانا بحمل رئيس الوزراء ووزير الدفاع مسؤول اللي حصل. انفجار المنصورة هو واحد من أكثر الاعتداءات دموية منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في تموز الماضي، يأتي قبل ثلاثة أسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد.